ونشوف بقى ايه اخباركم. ها 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 دينا المفتي. دينا المفتي، انت رحت عند الطيبة الأميرة. طيبة الأميرة، يلا بينا. اتفضل. الموقف انه في فئة كبيرة من الشباب خسروا معاكم فلوس كتير جدا وخسرتوا الثقة معاهم تماما وطلعوا على السوشيال ميديا بيسوقوا في سمعتكم وراحوا لمنشورات بيسوقوا سمعتكم، هتعملوا ايه؟ فالموقف ان ناس استثمروا من على فندر وخسروا فلوس كتير. بالظبط. طيب اول حاجة احنا عندنا فريق دعم، وفريق الدعم ده شغلته وده اللي موجود عندنا، انت مش بتدافع عن الشركة وخلاص، انت في صف المستثمرين بتوعنا. كل الكوميونيكيشن وكل الحاجات اللي احنا بنقولها احنا مش اللي بيقول لك تستثمر فين، احنا هنا بنقول لك ايه الادوات الاستثماريه، وفي الاخر في مخاطر انت بتعملها. لو انت خسرت فلوس بسبب ان البنيه التحتيه بتاعتنا علقت، الابلكيشن وقعت، فانت ما عرفتش تحط الاوردر بتاعك، اوريدي عندنا سيستم ان بلاي، في سيستم موجود للدعم لليفل معين هو على طول بيعوض العميل، اكتر من كده لازم بيرجع لو مبلغ معين بيرجع ياخد، يعني في بروسس لو ناس خسرت بسبب ان الابلكيشن ما ادتش الدور بتاعها. اي ناس بتخسر فلوس بسبب استثمار دي مش حاجه عندنا. بس في الموقف ذات نفسه لو هم يعني حصل انهم انتشروا على التويتر وعلى الفيسبوك وبيحطوا اللوم كله عليكم مع انه انتوا يعني انتوا مفهمينهم وعاملين التوعيه، تصرفكم هيبقى عامل ازاي؟ اول خطوه بناخدها عشان برضه حضرتك تبقى عارفه ان احنا بنمتنع كشركه ان احنا نرد على الناس على السوشيال ميديا، عشان كل واحد يبقى عنده المساحه انه يقول زي ما هو عاوز ويقول كل المشاكل عندنا. بعد كده كل وقت نقول يا جماعه احنا عندنا اجتماع في الشركه، اختاروا من عندكم ناس تعالوا بالمشاكل اللي عندكم ونتكلم فيها مع بعض ونقول لكم احنا وجهه نظرنا ايه، ايه اللي حصل، ايه اللي ممكن نحسنه. حاجه ثانيه مهمه قوي كمان ان احنا برضه بادئين فيها هو البيزنس موديل بتاعنا والعموله السفريه، كله مبنى على ان انا وانتي عندنا نفس المصالح، فانا اصلا عمري ما بزقك انك تتداولي. المشكله لما انا لو انا باخد انا فلوسي من تداولك ساعتها ممكن يحصل الـ 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 الاختلاف ده، لو قلت لك اشتري 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 عشان اعمل فلوس وبعد كده انت خسرت فلوسك. انا في جميع الحالات ما بقولكش اصلا اشتري، انا ما باخدش عموله على تداولك، انا عايزك بس كل شويه تحطي عشان الاستثمار طويل الاجل. بس هي بتحصل واحنا بنقول له احنا بنرجع تاني ناكد احنا منصه بنساعدك او بنوفر لك المنتجات، لكن احنا مش احنا اللي بننصحك فين الاستثمار. دينا الرد ده كفايه بالنسبه لك؟ وعملنا حاجه تانية مثلا يعني. انا اقول لك عملنا برده حاجه في لما كانت بتكلمنا مثلا لما دخلوا في صندوق وصندوق خسر فلوس، جبنا المجموعه وجبنا مدير الاستثمار هو برده بيتكلم معاهم بيشرح لهم اكتر، لان انا في الاخر انا ما بينك وما بين مصر تامين القبض، انا ما بينك وما بين شركه ازيموت، ده اللي احنا بنعمله يعني. اوكي، فمش هتخاطبوهم على منصات الاجتماعيه؟ احنا بنقول لهم يجوا معانا، بيجولنا وبنقعد نتكلم معاهم، وبعد كده هم اللي بيكلموا الناس حصل كذا وحصل كذا. هو اللي بيحصل ايه؟ اول حاجه بيقولوا مين خمسه سته يجوا يقابلوا الشركه، وبعتوا على البوست دوت العشر او كل واحد عنده حاجه عاوز يعملها هيكتبها، الخمسه والسته دول بيجوا بكل الحاجات اللي عايزين يتكلموا فيها معاهم انا او سيف والاداره اللي بنقعد معاهم، وبعد كده احنا بنطلع بيان بنرد على الحاجات بنشروها عندهم على الصفحه بتاعتهم. اوكي تمام، شكرا يا ثاندر.